هند أم محمد عبر الهاتف. أخت هند أنت على الهواء. ألو. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور أخت هند، تفضلي. مساء الخير لك أستاذ محمد ولضيوفك. الله يسعد مساكي، يا هلا. أول شيء بدي أحكي للأستاذ نبيل، كلامه أوكي تمام وماشي الحال، بس بالنسبة لسوريا هذا النظام الفاسد اللي قعد 10 سنين، ليش ما خرب بلده؟ ليش ما قطع روس؟ ليش ما أكل أكباد؟ ليش ما هاي؟ ولو نظام فاسد 3 سنين نحن حرب دموية، والله بيعلم بالناس اللي طلعت من بيوتها، مش النظام اللي طلعها، اللي طلعها من بيوتها هدول المجرمين اللي جايين من أفغانستان واللي جايين من الشيشان واللي هدول اللي طفش الناس من بيوتها، اللي طلعوها لدول الجوار وتحملت دول الجوار يكتر خيرها، بس مش معناته أنه النظام اللي طلع هالأعداد. بعدين بالنسبة لنظام مثل هاد 3 سنين لحد هلا الشعب السوري عايش، الشعب السوري أي موظف ما توقف راتبه وعم ياخد راتب، هذا مو نظام فاسد، النظام هذا مو فاسد، النظام هاد مشكلته أنه هو الوحيد الواقف بوجه كل هالمؤامرات، بوجه هاي اللي بيسموها ربيع عربي، هذا مو ربيع، هذا الإجرام بحق العرب، هذا مو ربيع، أي ربيع عم بيحكوا عنه. ست هند، على ما يبدو من لهجتك أنك مواطنة سورية مش هيك؟ نعم أنا مواطنة سورية وبفتخر، وأنا عايشة في الأردن وموجودة في الأردن، والأردن أهلي كلهم أهلي ومن زمان، بس أنا بنزل على الشام شوف الناس، أنا نزلت على الشام وشفت الوضع بالشام، يعني أنا أهلي في منطقة بعيدة، صح عندهم مشاكل كهرباء، مشاكل كهرباء ما كانت من النظام، في تقنين في كل دول العالم، ما اختلفنا بيصير في تقنين بيصير في مشكلة، بس هذه العصابات اللي عم تقطع الكهرباء، أهل حلب اللي بدهم مي، النظام قطع المي عن حلب؟ مصانع حلب اللي صارت كلها في تركيا النظام أخذها؟ بس ست هند كمواطنة سورية يا سيدي، أنت شاركتي بالانتخابات؟ انتخبتي؟ نعم شاركت بالانتخابات طبعاً. وصوتتي؟ البعض يقول طبعاً. بأن الانتخابات، انتخابات الرئاسة السورية كانت عبارة عن مسرحية، لا ليس أكثر، رداً على هذا. لا سيدي، اللي بده ياخذ الصورة الحقيقية ينزل على المواطن، المواطن البسيط العادي، أنا ما بعرف أحكي بسياسة ودبلوماسية وتحت الطاولة، أنا ما بفهم، أنا بحكي مواطنة سورية بسيطة، أهلي كلهم بالشام، أهلي موجودين، أهلي ما طلعوا، أنا بحكي عادي، كل الناس ما سألت واحد من وين، هاي سوريا اللي نحن بنعرفها، لا بسأل ابن الحسكي أنت شو، ولا ابن الرقة أنت شو، ولا ابن من وين هاي، سني وشيعي ودرزي وما بعرف وآشوري وكردي، هذا الحكي ما عنا، نحن درسنا بمدارس مجانية وتعالجنا مجانية وسكننا سكن بأسعار رنفية، ما كان حدا يسألنا أنت من وين وأنت شو، بدهم يحطوا الطائفية بس ليخربوا بلد، لأن بلد بتمثل الأمة العربية الصح، مش اللي عم نشوفه هلأ، هذا اللي ما بعرف من وين جايينا، يعني مفتي فلان والشيخ فلان، يعني كويس 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 حتى أكسب الوقت أخت هند، يعني أنت باعتقادك كمواطنة سورية بأن النظام السوري الآن برئاسة الرئيس السوري بشار الأسد هو الممثل الشرعي للدولة السورية وللشعب السوري؟ نعم هو الممثل الشرعي، وبتقدر أستاذ محمد أنت لو أخذت آراء السوريين ونزلت على الشارع الموجودين داخل الأردن بتقدر تحصل على نتيجة وتشوف النتيجة كيف، طبعا هو الممثل الشرعي للشعب السوري، مش اللي قاعد في فنادق اسطنبول ولا في باريس، هذا مو ممثل وأنا ما بعرفه. شكرا أخت هند أم محمد على اتصالك.